كيف كان امتحانك؟ كيف قدمتي؟ كان سهل، ما خفت، جاوبت منيح. قلقت عليكي لأنك طولتي. مو أنت قلت لي ضلي لآخر الوقت؟ ورجعت دققت كل أجوبتي. كتير منيح. يلا خلينا ناخد تاكسي. خلينا نتمشى. لا لا، رايحين مشوار. لوين؟ مفاجأة. سيد أيهم، ليك نطلعنا بالسيارة وجايين لعندك. 10 دقايق منكون هنيك. طلع دغري. يسلموا ايديك. ليش اجينا لهون؟ ليش اجينا؟ اذا عجبك المحل راح يكون محل شغلك هو. ايه لا، تعالي. اذا انت وافقتي رح نعمل مطعم صغير، وانت رح تكوني الطباخه هون. كلنا رح نساعدك طبعا، امي وانا وقت فضاوتي، واخوك لمع، والست ميسر، رح يكون خاص فينا. مو معقول. الفكره لامي طبعا. شافته للمحل؟ لا، بس انتي. شو عجبك؟ ايه عجبني. اهلا وسهلا. مرحبا سيد أهلين. ليكي اذا عجبك مناخده، اتفقنا على السعر. تفضلوا شوفوه من جوا. يعني كم علبة دهان وبيمشي حاله بظن. بيومين بدهنه كله. بس ناقص صفرن كبير. معناتها ما رح نحتاج طاولات كتير، في 6 بكفو وزيادة. 6 بكفو؟ ايه ست ميسر.